قلت لك المليك حق الله ذا العقار اللي عندك اللي نوع ما هو خالق ذا اللي عندك من القنا وتي في الوقت الزينات يلا تمل لك اللي شطرا لك منهم تجينا تحكي لنا بين الليل ما نعرفوا شي للدخل انا وفشه هذا الاستقلال وروة عندي طلعهم قايلها على تديني تاكنت واردين منينة مش قاع قلت لهم تعرف قايلها موش بالحرية واللي كان به التاريخ واللي عاد به اليوم قلت لهم عندي عنده من شد اخبار لفايت وكل ظل استعمار وطبع للوم المختار قدرنا واللوم اسمع وسمعنا من منقع الافكار ذاك اللوم الى منتشاه الحصد وتطوار تواريخ الدهر ومسده كان الشيخ القطب الانظار ظل يتفتف اللي جاه ويعقد الكتب والاسرار وبذا مالك عباد الله كان الشيخ الى فاتح مار وشو الشوا والويه ينزق مدنا زقات كبار ولا يبقى واقف حد حلاه والقاضي المقزمر العبار الكبير بشحمات كله كبرون والكريات كبار من قضاه في مجلس قضاء بفرق هذا والشعب احرار والمختار الشعب تلقاه وتلقى للشعب المخطأ بالشعور على ضبط معناه بدا على صدق وصبار شي لهضو يتمونك مله وبلا بلق وبلا تجبار وحلو ومونك اللي جاه ودينو زين وله كشع وكلام مولانا حلاه في القلب وله مولك صار على رفق العباد الله وبلا شينا وبلا تطوار وبلا هزبنا قبل الجاه وبلا طيش وله كصار لظهر بحد من عداه هذا قلت للشعب الشهاد والحساد اللي منهم راه إلى خلقت حالة المقال أما متم على معناه وإلى ما خلقت يسو زاد الأيام كلهم لله الله إلا أمام اللي بيديك شو مش من قناة حزب الشعب نبقي نعرف والحق اسمي كان من آدم فوت عامين من يستر والله كابتين وفي منصب والله مستشار والله حاكم في الحكم ومتين حكم وقعمتن من الحجار قدرناها وفات سنين المنصب وانقطعت الأخبار يتلي يخدوه في الناس الشين ويدير العبرة بالمختار حزب الشعب وفي المسلمين ما هو داير فيهم القيار ويتلي فمي عند الزرين سبتها عنه كان في دار ماهلو والله متكزين ما هو وركوب الطيار من زهشور بليدات أخرين ممثل والله مستشار وعند منين ينقز مسكين يجي دايرها في المختار يا ربي بعدانا همام كان يتيتنها باحترام حدثه منه قالك لا في الحزب ولا في المختار ما قرجيته بالذنب العام والشمت وحارف الاستقار وعقب ذاك خزوه تمام من دهري في بئس المقام حزب الشعب يدور ينتع الحكومة والشعب وقران متفنين في حق الإنسان وحق الرئيس المختار المختار الحق مريتان بين يدينا ندر وذكر وهل الدين قرب تبناء والبيضان بعض تزقرار يتمثنا والهير البيضان اللي يجلب واللي تجع واللي مولاه لوقيفان كهتيانا والحق عبا واللي يوكل واللي ضمران واللي ما يتملك دينار واللي ظل يبيع المزيان والصبلة والحوت والبحار والنوبة كحلة والسلطان ما نفهم طول الأخبار عرصة وفضل المناع قام شعمل ثم بالمختار فصل الحق الفعل في الأذهان ذاك الدهر مثل ما حضار والمجنة في التراب الديوان وعندنا دولة الحق الكبار وأنا بعد اللي به توب ونظل مفنطش كل نهار ثم أسل لقاه في حنوك نلقى به حنوك الأشعار التخمام المختار المحبوب ونقي من كبرة الأخبار وأصر به حواشي هكوكي لين مرقع ذاك منهم ذاك الملك همام هذا الملك همام أهلا أنا شحالك لبس عليك الحمد لله ياك سلامة تبارك الله الحمد لله قاعد تحت بسم الله ياك مطالي باس ما شاء الله أنا لا نقول لك شيء ولا نبغي يتقال فيك يا ظهر لي مولانا أنك تباخل لك شيء من الدهر تعرف احنا قاعد كنا في غيرنا من نشير عندي اخبارك انت هيك ساعه قال همام وقاس همام وقال همام وتداخل عندي يعني طعنت في السن هي قاعد اهر على وجهك اذا طعنت في السن من ذاك متاجع عليك غناك ذاك الزين العيد تقول لي ياسر تحكيه في الاذاعه تخلد ولا على تموت انت عود عند المستمعين ولا تملي تعود حاس به ولا تنساه اذا راسك سمعت حق الله سمعتك يا قائد له نسوي له يا الناس غرها مستكثر عمري انا عند من الاعمار كامل اللي لك الحد يقول لي عمرك له يا فرق تنقليتهم على عمري والله بيهم شبيهم احد يمكن تفاكر طعنت في السن الملكي غامي تنفط منها على وجهك يا غير السنين بعد لعب صادقنا تعود غاية 80 ما كنت تعد ولا لي انا وحدي ليش بعد الناس كامل غير حصل ما الحين ايش من غنى الزين انا الاول قط قلته في عمري قلت لي لريت راجل معمور منضوج الشعره ولاها اذا كان همام المشهور ولا انا خاف عقباها هذا زين غير احكي فيها الزاي انا والزاي وعلاش الزاي ما يحكي في انا الزاي به اللي ويلو ما عبد له وسي انا مولي ما عندي الله الوسي توم تفاتني مع ان متوافقي انت ليه تعدل انت والزاي ماني عارف قلت له وسي حل بس بعد المرة تتعدل انت هو توافق شوية تحكي في حومته له الروز يقاري لريته وراي يقول له عمي الله هو يحكي في حومتي انا ولا يقول هذا انا قلت طلعة باد شقية ملها
أنا هو اللي نقول سابق ماشي شهر التنقاز والزرق وقانون التحزاز والواحد الشهر ما ينحاز عليكم همي فرقت كل منادم منكم يتلازم عيدونا في دل بنت ننفعني منها منفع حازبي أنا هاك مفايتو والله يكتب لي كتب مداز لبنتو نقبض كتبتو والله يذكر لي ذكر صحيح نحدي عود منفعته هذا عيد شهر دحديح والزرق بقرار ذنبتو خايف لعل حد يطيح منفعت أعطاني قرعتو هذا معلوم اللي بعد ذلك لا عزت خوفتك الزمو بنتوتو لا عزت شي صاليكم يطيح ولا ريت نتيشي صاليكم يطيح ولا ما رأي ولا ريت هم اللي صالي شرق والله نقيل لا شي وتو أنا نعرف لا شي عندي من القرباء لا شي هذا سمسمي تدويت عقب مليك حلي شو خرم لغنا لكن حكيت عليا زين حتى غير حلي شو خرم المول قط قصنا في تلك دي هذه اللي معدي قلت هذه منظمة الأشعة كانت شورف ديرك وطار وذي بطق باب الأخبار وتشوف لها الرعية عقب ذلك قلت لمطار وقفت لها البادية ويبست الأرض ولارات أخبار وهنات وعادت مسية تحركت خنام المخطار وانتشت الجمهورية وتلينشيها من القيار هي مكان تمشية الأول فيه استبدع عقاق كير سبعي ولودية وحدة الكلية والطيار والصغون البلدية وسبت الوارفة كل نهار طيار في ذلك الناحية وعاد شد وعاد مقطار والحوت وريحة القلية والخيمة والمتكة والدار والثقافة والتقرية والشباب على كل عصار عنده تمام الحرية نسات البادية الخضار ونسى الخضار البادية ومرة شو مرت الكدار والخوف مرت لذية فكرة تخنام المختار نشاء الأفكار الهية تلا راهو الكدية قاب من راس الكدية دهرية الكدية تشعل النار وشتبع لك الهية وقتو فيه العمال نهار الحديد دهرية فهي متكوهة من نقرع عنقار طيب تعطاها الطيب ذاك القار منه عقار موريتاني النهائية ثم تقولوا عن المختار عنده الأفكار اللي حية وما قاح له الشعار يستنى شور مدقية بين هذا من دار الدار المخطورة والمبنية والقرص وحراسة الشهر والصناعة والتقرب حد اسمع ما قال المخطار تونس يوم الهدية وكلامه عن العرب الأحرار اللي هو بزين النعري وكلامه عن كل البشر والجزائر كلية وكلامه في الصحراء وأخبار التجارب النووية يعرف عنه في الرقع بعض ما هو كيف الشاهدية وليه السبع ما يندار وشوف الديمقراطية هم الحق قلب الاعتبار مع أنظار ترابية عاش الشعب